اللجنة الوزارية تلتقي أعضاء المكتب السياسي للحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي، والحلق يؤكد تصميم السوريين على إنجاح الحوار ومكافحة الإرهاب. موسكو وطهران تجددان موقفهما بضرورة وقف العنف وأطلاق التسوية السياسية العاجلة للأزمة في سوريا عبر الحوار. تم السيطرة اليوم على مناطق عش الورور التي تقع بين كمام ودمين الغربية وأدمين الغربية والحيدرية. سقطت في بضع ساعات بقوات الجيش العربي السوري. بواسلنا يحققون مزيدا من الإنجازات في القضاء على العصابات الإرهابية في أرياف دمشق ودرعا وحمص. مقتل وإصابة أكثر من 50 ليبيا في تفجير سيارة مفخخة في بنغازي، وتحطم مقاتلة يمنية فوق صنعاء.